بعد ظهورها من ايام في برنامج دي والمشاهير، اتعرضت النجمه اللبنانيه نجوى الكرم لحمله هجوم شديده على تويتر، وده من بعض الاشخاص اللي كانوا زملاء ليها من سنين. الهجوم جه من الملحن سمير السير ومن ضابط ايقاع سابق في فرقه نجوى، واللي قال ان البرنامج كان مسجل عشان يظبطوا صوت نجوى بالاوتو تيون. نجوى كرم ردت وقالت ان اللي بيهاجموها الناس بلا قصد، ولكنها ما سميتش حد باسمه.